شوفي للسلطانة العصاية قلعت لطيفة من القصر وهلأ واقفة عم تتمخطر قدامنا. السلطانة نورهان اللي نفتهم؟ طبعاً كيف لك؟ الله أعلم شو بتكون قالت للسلطانة الأم لحتى قلعتنا من القصر. لو بوزعونا حلو بهالمناسبة. وانتي كمان ديري بالك لتطيري يا شقرة. أهلا بك يا حفيدتي القمر، الله يحميكي. من بعد إذنك، إذا بتسمحي لي أنا حابة أروح بكرة زور قبر أبي. أنا كمان حابة ورح أجي معك. اشتقت له كتير لأبي، حتى إني عم شوفه بمنامي كل يوم. والله وأنا مشتقت له، كتير مشتقت له. الله يرحمه ويغفر له. سلطانة كايا يلا على أوضتك. شوفي خير، شو الموضوع؟ انتي بتعرفي منيح شو الموضوع. كيف بتساوي هيك يا أمي؟ شلون ولد بهالعمر بتبعتيه لآخر الدنيا؟ انتي بدل ما تدلي أخوكي على الطريق الصحيح عم تلعبي له بعقله، وأنا عم ضل صلح الغلط من وراكن. يمكن الغلط الأكبر هو أنتي، الغلط وجودك بحياتنا، وبتمنى يجي يوم ونلاقي حل لهالغلط. قال البابا أوربانوس مات، والبابا إيكانتيوس حل محله، ومن أول ما استلم المنصب طلب عقد اجتماع موسع بين ملوك أوروبا لحتى ينهي عهد الحروب بيناتهم. الحروب يا جماعة بين أعدائنا لازم تضل مستمرة، عموما مصلحتنا يتفقوا، وإلا بالنهاية بيتحالفوا ضدنا بشكل خطر علينا. دستور مولانا السلطان إبراهيم خان المعظم. قائد البحرية حسين باشا. مولاي. سفينة مصر بتوقفوها وبترجعولي فورا السلطانة لطيفة وابني سمو الأمير. بأمرك يا مولاي، رح أعطي الأمر لرئيس الملاحة أنه يتحرك. كمال كيتش باشا، اليوم رح دير جلسة الديوان لأني أخذت قرار مهم. شوفي يا مولاي، خير 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 إن شاء الله. أول قراراتي تعيين حسين مستشاري الشخصي من اليوم. مولاي حسين أفندي ما تعلم بمدرسة، وحدا بهالمستوى المتدني من العلم تعيينه بهالمقام الكبير برأيي غير مناسب أبدا. والله جد؟ ماشي، طالما هيك مو مشكلة، معناته تعيين مستشار السلطان جينجي أفندي يعتبر لاغي. أخذت القرار المناسب.
أنت شو وظيفتك؟ أنا القاضي العسكري شامي زادة يا مولاي. عال عال عال. بهالحالة عفيتك من منصبك وعينت جنجي أفندي بوظيفة القاضي العسكري. يلا الله يقدم الخير وموفقين. إن شاء الله الخير والتوفيق يرافق الجميع دائما يا مولانا السلطان. طبعا جنابك بتعرف أكثر منا شو الخيار الأفضل للدولة والأنسب بهيك حالات، بس أنا إذا مو عاجبك فيني عينه مكانك. حسين باشا أنت لساتك هون؟ روح بسرعة جيب لي أميري. تحت أمر مولانا السلطان. البحر بيعمل لي دوخة. حنرجع يا سمو الأمير، بوعدك إنه رح نرجع. عثمان تعال حبيبي، نحن لازم نتخبى. فوت لهون. cercate dappertutto. Oro, gioielli, prendete tutte le cose preziose. Subito. Sbrigatevi o le navi ottomane ci seguiranno. E quando avrete finito, bruciamo anche la nave. لا تلمس ابني. انتو شو بتكون منا؟ vieni qui. شو بتكون منو؟ تركني. prendeteli. لا تقتلو، هو ما له ذنب. lasciatevi voler. نحن من الأسرة الحاكمة العثمانية. وهات سمو الأمير. سمو الأمير عثمان. il principe ottomano. il vero gioiello era qui. Foscarini non ci ha mandato qui per niente. معقولة هيك؟ هذا الظلم اللي عم تساويه أمي. ما تعلمت من تجربتها مع مراد. هلأ إبراهيم رح تخسره ورح تجبره أنه يعاديها. وشو متوقع يا سلطانة؟ مستحيل أنها تتغير ببساطة، وللأسف شكلها اليوم كمان رح تتسبب بورطة لمولانا. والله بعرف يا ملك، أنا عم حاول وقف بوشها، بس شو بدي ساوي معه ما بعرف. بأنه تستخدمي نفس الأسلوب. مثل ما بتعرفي هي عم تستمد قوتها من مولانا وبتاخد قراراتها باسمه. يعني ليش لحتى تخلي مولانا يسمع منها؟ هو بيوثق فيكي أكتر وما بيكسر لك كلمة. برأيي يا سلطانة هي الطريقة الوحيدة لتحمي أخوكي. مولاي سامحني، بس كيف بتعين واحد مانه من العلماء بمنصب القاضي العسكري للدولة؟ كان فيك تسألني بالأول، تستشيرني على الأقل. ليش يا كمال كيتش؟ ما بيصير أخذ قرار إلا بموافقتك؟ لا تكون نسيت أني الحاكم والكل مجبور أنه ينفذ أوامري من دون نقاش أو اعتراض، ولا مو هيك؟
بصفتي وزيركن الأعظم وظيفتي حذركن يا مولاي، لأنه هالمجنون اللي اسمه جينجي ما بيستاهل هذا المنصب أبدا، وحضرتك بهيك قرار بتكون عم تتحدى رأي علماء الدولة، وهذا الشيء رح يعرض سلطنتك للخطر. كرمال شو يا مولاي؟ مولاي الجواري جهزوا لك الحمام وناطرينك جوا. اصلا حديثي معه انتهى. سلطانة كمال كيتش انت خليك، انا سمعت اللي قلته لمولانا. كيف بتتجرأ؟ مين مفكر حالك لتحكي مع مولانا بهالاسلوب؟ من وين جايب هالجرأة؟ من امي ما هيك؟ انا يا سلطانة بكون الوكيل المطلق لمولانا، وطبيعي انه نتناقش بمسائل الدولة. وهيك بتتناقش معه؟ بتنسى صفتك وحدودك وانك مجرد عبد لإله وبتتطاول عليه بالحكي؟ حاشا، انا بس انت سلطانك الحقيقي امي مو مولانا، لانه مشاعرك تجاهها عمتلك عيونك وصرت لعبة بإيديها. حضرتك شو عم تقولي يا سلطانة؟ معقول هالشي برأيك؟ وانا هاد اللي عم قوله، انه هيك شي مو معقول ابدا. من هلا ورايح انتبه منيح، لانه مجرد غلطة صغيرة مولانا رح يدرى بكل شي، ووقتها ما رح يبقى لك لا وجود ولا مقام، وما بيبقى لك اثر. فيك تنصرف. ادخل. مولاي حسين أفندي هون وطالب يشوف جنابكم. خليه يجي. مولانا خير؟ شوفي بهالوقت. سامحني ما قدرت انطر للصبح، يمكن كون أزعجتك، بس حبيت أقدم لك هدية مميزة. شو اللي بالصندوق؟ هاد فرو السمور، بعرف انه ما بليق فيك، بس اذا بتقبلها يا مولاي بتكون فرحت قلب عبدك حسين. ايه ليش لا؟ ما رح انسى كرمك معي بتعييني القاضي العسكري، لطفكن معي غمرني يا مولاي. انت طلبت مني وظيفة وانا لبيت لك الطلب. بس انا ما طلبتها مشاني، طلبتها كرمال جنابك، يعني لحتى أقدر كون جنبك، ومن هلأ ورايح أنا رح كون جنبك دائما. صار فيك تنصرف. حجي آخا خير إن شاء الله. والله ما بعرف، انت راح تقلنا اذا كان خير يا جنجي. ما
يا سلطانة؟ شو الموضوع؟ بس ما أكون عامل شي غلط بدون ما أعرف. تتذكر أول يوم إجيت فيه على القصر؟ كنت عايش ببيت قديم ووسخ، وبس لأنك عالجت ابني كافأتك ومنحتك قصر مو بيت، يعني منحتك الحياة وغمرتك بالذهب، وانت بالمقابل بدال ما تكون مخلص إلي عم تولع الفتن وعم تطالب بوظيفة؟ معقولة شي يا سلطانة؟ أنا مخلص لحضرتك دائماً، بس مولانا تكرم علي وعيني القاضي العسكري للدولة. أنا تفاجأت مثلك. ولسه بكل وقاحة عم تكذب وتراوغ؟ والله مثل ما رفعتك للسما بنزلك لتحت سابع أرض. لو ما طلبت منه ليش ليعينك القاضي العسكري؟ ما تظلميني يا سلطانة، يعني معقول أنا مشي كلامي على مولانا؟ لتكوني مفكرتيني حدا تاني. مين عم تقصد؟ احكي بلا تلميح. كمال كيتش باشا. عم يخلي مولانا يعمل كل شي بده اياه، حتى انه عم يتجاوز حدوده كتير ويحكي كلام مو منيح بحق جنابك. وشو عم بيقول؟ انه حامل مسؤولية كل الدولة على كتافه لوحده بس، وانه ما بيهمه لا كلام مولانا السلطان ولا بيهمه كلامك، لأنه قراراته هو بس اللي عم تمشي. وصل فيه الغرور لدرجة أنه معتبر حاله هو الحاكم. حاجة تتمادى. هذا الشخص يلي عم تشك فيه أكتر واحد بوثق فيه بكل الدولة العلية، وإذا مرة تانية بتجيب سيرة الباشا بقطعه للسانك وبرميه للكلاب. طلع لبرا، طلع. جيت لحتى اطمن على ابني. شو نام؟ نام وبلا ما تفيقه، لانه بالزور لحتى نام اخذ مسكنات. اصحك اصحك، تحاكيني بهالاسلوب انا بكون ابوه. ومن شان هيك رميته اليوم. انت السبب يا نورهان، استفزتيني مثل العاده وخليتيني عصب. وشو اللي عملته انا؟ قلت لك إنه محمد ابنك ولازم تحبه أكتر من الكل. شو الغلط بكلامي؟ لا تحملني المسؤولية، أنا ما بعرف بشو غلطت معك لتعاملني بهالأسلوب. ليش أنتي ممكن تعملي شي بدون ما تعرفي؟ أنتي بتحسبي كل خطوة بتخطيها، وبعد استشارة السلطانة قسم وموافقتها وقتها بتتحركي، مو هيك سويته اليوم؟ أنت اللي لعبتي بعقل أمي لحتى قررت تنفيهم. وليش عم تسألني؟ روح واسأل السلطانة الأم. طبعاً إذا كان عندك الشجاعة تسألها. بدل ما توقفي بصفي فضلتي تتخبي وراء قوة أمي السلطانة وتتقمصي دورها وتنفذي كل أوامرها، وهلأ جاي تخبريني عن الشجاعة والقوة؟ يا ريت عندك شوي من الشجاعة اللي عند لطيفة، لأنه بأسوأ ظروفي كانت جنبي دائما. ضلت سنين بالسجن وما حنت راسها وما بايعت غيري، بس انتي وحدة جبانة ولولا السلطانة ما إلك قيمة أصلا. Thank you.
مشى؟ شو جابك لعندي؟ حضرتك طلبتني يا مولاي، الأغا هيك خبرني. مظبوط، نسيت أني طلبتك. واضح أنه هالفارو عجبك. فارو السمور بحبه كتير لأنه ناعي ودافي. السلطانات بيلبسوه دائما وبيحطوه على الرقبة وبيتمختروا فيه قدام الكل. وفي حكاية حلوة عن فارو السمور. والله جد؟ عن مين الحكاية؟ هاتي احكي لشوف. عن سلطان دولة مهربان أحمد بور. كان عنده عشيقة السلطانة خيال وبنالها قصر كبير، وبيقولوا إنه غطى القصر بفرو السمور يا مولاي. عالأرض سمور، وعالمخدات وعالسراير والحيطان والأغوات والجواري، كل شي بيخطر على بالك غطاه بالفرو يا مولاي. عم تحكي جد؟ وليش عمل هيك؟ لأنه قالوا له إنه فرو السمور بيحميه من الموت هو واللي بيحبهم، وإنه إذا غطى كل شي بفرو السمور رح يوصل للخلود يا مولاي. يوصل للخلود؟ معقوله؟